من جانبه أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك جمعة أن الحملة المعادية التي تتعرض لها مملكة البحرين مستمرة من قبل قناة الجزيرة القطرية، معتبرا أن القناة باتت مرتعا لكل من يتآمر على أمن واستقرار الدول العربية. لابد أن نكون صرحاء في هذا الأمر. مملكة البحرين تتعرض إلى حملة منظمة بشكل مستمر، وتقود هذه الحملة قناة الجزيرة. وقناة الجزيرة يعني تتم إدارتها من قبل الاستخبارات القطرية، وهي عبارة عن مرتع لكل من هب ودب من المتآمرين على أمن واستقرار الوطن العربي. والجميع يذكر أن كان لها الدور الأساسي في تذكية الصراعات والتحريض على الثورات التي أدت إلى خراب العديد من البلدان العربية. قناة الجزيرة لديها أجندة موجهة ضد مملكة البحرين، ضد عدد آخر من دول مجلس التعاون، وتريد أن تحدث مشاكل في عدد من هذه الدول بهدف إعادة سيناريو عام 2011 بطريقة تستخدم من خلالها الملف الحقوقي، وهو طبعا ملف مصطنع، لأن الإنجازات الحضارية والحقوقية لمملكة البحرين تتحدث عنها، في نفس الوقت تعمل هذه القناة على التغطية على الانتهاكات الحقوقية التي تمارس من قبل النظام القطري. فإذا كنا نذكر في القريب هناك الكثير من التساؤلات المتعلقة بالوضع الحقوقي في قطر فيما يتصل بالعمالة التي يتم استخدامها الآن بهدف منشآت كأس العالم، وأكثر من 5000 عامل من مختلف دول آسيا لقوا حتفهم بسبب سوء الأوضاع الحقوقية والإنسانية في مواقع العمل، وبسبب الحملة الدولية التي تعرض لها النظام القطري وجد أن الطريقة الوحيدة هو أن يقوم بتحوير النظر عن الانتهاكات الصارخة التي يمارسها في الواقع على الأرض وأمام العالم بأسره، والآلاف العمال الذين فقدوا حياتهم من خلال تسليط الضوء على مملكة البحرين ومحاولة افتعال قضية ليس لها وجود. مملكة البحرين من أفضل دول العالم فيما يتصل بالتعامل مع فيروس كورونا، والنظام الإصلاح والتأهيل في مملكة البحرين نظام متقدم، والقوانين التي استخدمتها مملكة البحرين في التعامل مع المحكومين في مختلف القضايا هي قوانين راقية وحضارية، وفي مقدمتها طبعا قانون العقوبات والتدابير البديلة. كل هذه أمور تؤكد أن ما تتعرض له مملكة البحرين هي عبارة عن حملة مصطنعة من قبل قناة الجزيرة والنظام القطري والاستخبارات القطرية التي تشترك في الواقع مع أجهزة استخبارات أخرى تستهدف مملكة البحرين. نعم. لذلك حينما ننظر إلى هذه القناة والدور المشبوه الذي تقوم به، سوف نجد أنها تضم خليط من عناصر منتمية للإخوان المسلمين، خليط من عناصر منتمية إلى التيار الإيراني، خليط من عناصر أخرى تؤيد تنظيم القاعدة وغير ذلك. ووجدنا أن هذه القناة على مر تاريخها كانت هي القناة الأولى التي تصل دائما إلى القيادات الإرهابية وتقوم بإجراء مقابلات معها، ولديها قدرة غير طبيعية على التواصل مع المنظمات الإرهابية المشبوهة وغير ذلك. إذن هذه الحملة هي حملة موجهة تستهدف مملكة البحرين. مملكة البحرين لها الكثير من المنجزات الحقوقية والحضارية، ولها تاريخ طويل جدا من العمل المدني والعمل السياسي المنظم وطبعا الحريات. هذا الأمر غير موجود في قطر إطلاقا. لا توجد هناك حرية رأي وتعبير، لا توجد هناك ممارسات سياسية ومدنية، لا توجد هناك عملية انتخاب حرة، هناك الكثير من الأمور التي يعاني من نقصها النظام القطري، لذلك يستخدم قناة الجزيرة لحرف النقص الموجود هناك باتجاه مملكة البحرين.